بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد شخصية تانية اتحاربت حروب روحية كتيرة ومتنوعة كمثل لينا للحروب اللي بنتعرض ليها كتير. هي حروب روحية في حياة يوسف. يوسف أقصد بيه يوسف ابن يعقوب، يوسف من الأسباط. نقرأ كده كام جزء من حياته ونشوف، لأن حياته كلها حروب وكلها تجارب بأشكال مختلفة. أول جزء نقرأ من تكوين 37، يقول: وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم، وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. مين بلهة وزلفة دول؟ دول جواري ليئة ورحيل. فيبدو انه الحتة دي كانت عاملة نوع من عدم التساوي بين الاخوات. فاهمين الفكرة؟ ان ولاد الزوجة غير ولاد الجارية برضه، مع انهم كلهم ولاد يعقوب، انما يبدو ان يعقوب نفسه كان بيميز، وهم الولاد فاكرين الحتة دي. فالولاد ولاد الجارية اللي هم ولاد بلهة وزلفة دول اتقال عليهم امرأتي أبيه، لأن هو كولد كان عينه بسيطة فكان شايف دول إخواته عادي. إنما نفس الولاد دول كانوا حاسين بإنفيريوريتي، كانوا حاسين إنه يوسف ده ابن رحيل ست هانم، يعني هي دي المحبوبة. واخدين بالكم؟ دي كانت هي دي المحبوبة في الـ4 ستات، فكان برضو الغيرة ليها هيستوري طويل. وبعدين يوسف لخبط الدنيا بسذاجته. يعني في الأول أتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم، يعني يروح لأبوه يقول له: على فكرة الولاد بيقولوا نهارك أبيض. وأما إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب، فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه، ودي غلطة لأنه ابن شيخوخته، جه على كبر ومامته راحت السما بدري. أنتوا عارفين يوسف جه، ولما جت تولتي بنيامين بعدها بكم سنة راحت السماء رحيل. فيوسف كان طفل صغير فقد أمه، وكان جه بعد سنين طويلة من عقم رحيل، فكان طبعا جه بعد سنين طويلة ودي محبوبة، فكان غالي عليه أوي. فصنع له قميصا ملونا، فلما رأى أخواته أن أباهم أحب أكثر من جميع إخواته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. ناخدها حتة حتة الحتة دي. أولا، في حروب بتيجي علينا بسبب أخطائنا، وفي حروب بتيجي علينا الحقيقة بدون ما نخطئ. يعني يوسف في جزء من الحرب هو غلطان فيه بصراحة، وفي جزء تاني هو بريء. ذنبه إيه؟ إن أبوه بيحبه، مالوش ذنب، إنما حب أبوه الزيادة خلى إخواته يغيروا ويحقدوا. بعدين تلاحظوا النص اللي كتبه موسى النبي، يعني ما قدروش يكلموه بسلام. يعني ممكن الواحد يبغض ويفضل كاتم جواه، وفي واحد من كتر البغضة بقى كل لما يشوف الجدع اللي بيكرهه ده يقول له كلمتين بايخين. هما من كتر البغضة لم يقدروا أن يكلموه بسلام، يعني مش قادرين حتى يحوشوا المشاعر باينة خلاص بتتقال. إنما يوسف بدون حكمة الحقيقة كان من حبه في ابوه، ما هو ابوه متعلق بيه وهو متعلق بابوه، كان يروح يقول له اخواته الكبار بيقولوا ايه، ما كلهم اكبر منه، خلي بالكم مفيش غير بنيامين اللي اصغر، الـ10 كلهم اكبر منه، وفي فرق سنين كبير، يعني دول ممكن بالـ10 و15 سنة فرق. فاخواته الكبار دول مش بيحبوا ابوهم قوي زيه، وممكن يتريقوا على ابوهم الكبير، وممكن وطبعا متغاظين من تعلقه بيعقوب. هو يسمع كلمتين بايخين يجري على ابوه يقول له: على فكره قالوا وعادوا وزادوا. هم عرفوا ان يوسف بيروح يقول، فاكره اكتر. يبقى خلي بالكم ان في احيانا الناس تكرهنا بدون ذنب، واحيانا الناس تكرهنا لخطأ مننا، لسوء تصرف، انت تصرفت غلط فالناس شالت منك، ففي جزء عليك وجزء مش عليك. مش كل بغضة الناس وحشة، احيانا بتصرفاتنا نخلي الناس تشيل مننا. هل لازم كان يتكلم؟ الحقيقة لا، ما كانش لازم يتكلم، لانه كان ممكن يحتمل ويسكت. لكن لما كان يشكي لابوه او يأتي بنميمتهم الرديئة،
ده معناه انه مش ممكن يأتمنوه كأخ، فالمسافة اللي بينهم بعدت. طيب هو له ذنب؟ ايوه له ذنب، لكن هما ذنبهم اكتر ان هما سابوا البغضة تكبر في قلبهم. برضه اخوهم الصغير مهما كان، حتى لو يعني كان في شوية تمييز، برضه اخوهم الصغير. وهنا تبان حرب من الحروب المشهورة قوي، حرب الغيرة واسبابها. ان في غيرة تحصل بسبب المقارنة، هما ابتدوا يقارنوا القميص الملون ده كان كارثة، يعني فيه هدية الواحد يجيبها بدون حكمة ممكن تعمل أزمة. ليه؟ ولادك زي بعض، بلاش تميز واحد عن التاني، الحتة دي حساسة، لأن هما كلهم بيحبوك، فلما يحسوا إنك بتحب حد أكتر من حد دي بتوجع، بتوجع. وياما فرقت، يعني عيسو يعقوب نفسه طلع في بيت عنده المشكلة دي. عيسو كان إسحاق كان بيحب عيسو، ورفقة كانت تحب يعقوب، فعيسو ويعقوب طلعوا بيكرهوا بعض بسبب ان كل واحد باصص للتاني زيادة. فهنا التمييز ده مش صح ابدا. حتى لو شخص اكثر احتياجا، الاحتياج ده تديه بس من ورا الناس. يعني ايه؟ يوسف محتاج نفسيا اكتر من اخواته، ما اختلفناش. والدته مش موجودة وشافها ماتت وهو طفل، فبرضه يمكن بنيامين طلع ما لقاش ام، فيمكن تبقى اهون يمكن. انما ما ينفعش انك توري محبتك الزيادة ليوسف قدام الناس، لا، متعه بالحب الزيادة، عوضه، لكن من غير ما اخواته يحسوا. فعدم حكمة من يعقوب وعدم حكمة من يوسف، الاتنين اشتركوا في تكوين الغيرة. وطبعا قلب وحش من اخواته، الاخوات دول ما كانوش ليهم في ربنا خالص على فكرة، يعني يوسف الوحيد اللي كان يخاف ربنا، بقية الولاد ما كانوش متدينين اغلبهم، ما عدا يمكن شوية يهوذا. الغيرة دي مرة جدا، وشيطان الغيرة يكبر 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 جوه القلب من غير ما الواحد يحس. لما تسيب الغيرة جواك تاكلك، تحطمك، يعني الواحد يقول خلاص جاب قميص وبتاع، يعني حتة قميص، يعني القميص ده فضل جواهم يمكن سنة متغاظين منه، يعني حاجة ما تستاهلش. إنما لا، هي قعدت جوه لأن مفيش توبة، مفيش صلاة. فبدل ما فيش لا صلاة ولا توبة، الشعور الوحش يكبر ما يقلش، حتى لو ما كانش لي منطق. يعني حد يقول ده كلام، دول رعاة أغنام، يعني الغنم تجيب 10 قمصان يمكن. لا، هم مش باصين لدي. نشوف بقية القصة. زاد وغطى أنه حلم يوسف حلما وأخبر إخواته، ساذج شوي، فراح إيه، قال شاف حلم راح يحكي لإخواته، فازدادوا بغضا له وقال لهم اسمعوا هذا الحلم. يعني تاخدوا بالكم على فكرة، هو بسيط، هو بيحب اخواته، لان هو لو لئيم ولا خبيث ما كانش حكى طبعا، لان واضح تفسير الحلم. انما هو من براءته مش واخد باله من المشكلة، مش واخد باله، ودي قلة حكمة على فكرة. يعني مهما قلنا انه بريء وبسيط، بس في حاجة، في فرق بين البراءة الزيادة وبين عدم الحكمة. ما يستفزهمش، لا، ده 17 سنة ما كانش صغير. حلم حلم وقال ايه؟ نحن حازمون حزما في الحقل، واذا حزمتي قامت وانتصبت واحتاطت حزامكم وسجدت لحزمتي. سلام على الكلام اللي يريح. قال ايه؟ حزامهم كلها قامت كده، وقفت على حيلها وركعت قدامهم. فقال له اخواته ألعلك تملك علينا ملكا. هو على فكرة ده كان حلم، لان من نقاوة قلبه ربنا كشف له اللي هيحصل بعد سنين. بعد سنين هو فعلا هيبقى ملك على مصر، واخواته هيسجدوا له فعلا، انما هو مش واخد باله، قلبه نضيف فعلا. ام تتسلط علينا تسلطا وازدادوا ايضا بغضا له من اجل احلامه ومن اجل كلامه. دلوقتي بقى عنده 3 مشاكل، عنده مشكلة القميص ومشكلة الحلم ومشكلة الكلام اللي يغيظ، واخدين بالكم؟ ثم حلم ايضا حلما اخر وقصه على اخوته. يا اخي اتعلم بقى. فقال إني حلمت حلم أيضا، وإذا الشمس والقمر و11 كوكب ساجدة لي. وقصوا على أبيه وعلى أخواته، فانتهروا أبوه. أخيرا يعقوب حس بالمشكلة، فقال له يا ابني ما تسوقش فيه، أبوه مش صعبان عليه الحلم، أبوه ابتدى يحس بقى، ده أنت مستفز بقى، أخواتك مش هيستحملوا. ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وأخواتك لنسجد لك؟ وفهم، طب هو فسر الحلم، شمس وقمر و11 كوكب، يعني انا وامك واخواتك هنسجد لك يا سيدي.
فحسدوا إخواته، أما أبوه فحافظ الأمر. أبوه من حبه قال مين عارف، يعني أبوه بيحبه ما عندوش مشكلة، وفعلا دارت الأيام وحصل كده، لكن هو ما كانش يعني حكيم. هنا حكاية ازدادوا بغضا له. أرجوك راجع لئلا يكون وراء بغضة بعض الناس سبب عندك أو سوء تصرف منك. إحنا ساعات إيه يقول لك فلان بيكرهني، أنا مش عارف بيكرهني ليه. طب فتش كويس لا يطلع لك حلم ولا حاجة، يعني لا تلاقي سبب كده أو كلمة اتقالت أنت يمكن بتقولها بسلامة نية بس هي ما تفهمتش بسلامة نية. فما نعذرش نفسنا قوي في بغضة الآخرين لينا، لازم يا إما نقص حكمة يا إما كلام زيادة يا إما تصرف بدون حاجة غلط. وبعدين طبعا كتر الكلام هنا بيجيب مشاكل، ما تخلي الحلم بينك وبين ربنا وخلاص، حلم كويس هيحصل كوابيس بعد كده كنت سكت. فهنا يبان برضو ان كتر الكلام، في واحد يقول لك اصلا اللي في قلبي على لساني، ما دي مش شطارة، مش دايما شطارة ان اللي جوه يطلع بره. وماله العذرة كانت تحفظ كل الامور متفكرة بها في قلبها، العذرة شافت قد ما شافت، ما تحكيش بالذات الحاجات الحلوة بلاش تحكي. فكتر الكلام كتير ما يعمل مشاكل. وبعدين انتهروا ابوه، دي بقى حكمة الاب انه يمكن زعق له قدام اخواته شوية، قال يعني ايه بيشد عليه، يعني قال يعني برضه هو زيه زيهم، انما طبعا هم كانوا قافشين. انا هعدي بقى جزء كبير واحكي لكم اللي حصل. اللي حصل ايه، ان هم راحوا ياخدوا الخرفان في منطقة بعيدة شوية، ويعقوب يبدو عاوز يعمل بالانس فمشغله خدام لاخواته عشان برضو يعدل. يعقوب عاوز يحسسهم انه يعني انا مش مميزه، فاداله شوية عيش كده وحاجات كده وقال له روح شوف اخواتك اخبارهم ايه، اسأل عن سلامة اخواتك، كان ده التعبير اللي قاله له. يوسف فرح بالمأمورية، وكانت سفرية كذا كيلو يعني، رايحين الرعي كان مفتوح. وبعدين راح لحتة اسمها دوسان ما لقاهمش، سأل واحد قال له ما شفتش 11 واحد معاهم بتاع، قال له دول راحوا من المنطقة التانية وبعته في حتة. طبعا هو لو كان عاوز يفلت من الموضوع كان رجع وقال له ما لقيتهمش وخلاص في المنطقة اللي قال له عليه، انما هو شوفوا الاجتهاد والبساطة، فضل يدور عليهم راحوا فين، يعني مش بيسد خانة وخلاص، بيحبهم فعلا، يوسف بيحبهم فعلا. لما قرب هم بقى شافوا المنظر والجلابية الملونة، والشيطان لعب تاني بتاع الأحلام، وصل أبو جلابية وصل، وبصوا لبعض، طلع منهم ناس قالوا احنا نموته ونخلص منه، قال كده في الأول. وبعدين ابتدى يطلع واحد تاني يقول لا احنا بس نبهدله شوية عشان يبطل الأحلام بتاعته دي، فنرميه في البير ونخليه يعيط شوية ويعرف بقى انه ايه يكش شوية، يعني التخفيف ده وافقوا عليه، فخلعوه الجلابية ورموه في البير، بير ناشف يعني مش هيغرق يعني. وبعدين قعدوا ياكلوا شوية، وقبيلة اسمها الإسماعيليين كده نازلين مصر سمعوا حد صوت كده فشدوا. هما بعد ما كلوا وفرحوا ضحكوا وفرفشوا، واحد منهم برضو قال ايه اخونا برضو يا جماعة اخونا، مفيش داعي نسيبه يموت في البير، هما كانوا بيفكروا يرجعوا لابوهم ويقولوا خلاص، قال لا احنا كفايه عليه كده، راحوا البير ما لقاهوش. فبقت ايه الغلطه بقى وسعت منهم، فاهمين ازاي يعني، هي على قد كده كانوا ايه يقعد له كام ساعه في البير ويتأدب في نظرهم وبعدين يطلعوه، انما لا ما لقاهوش، فدلوقتي بقى ايه مش عارفين هيعملوا ايه. فقالوا طب نرجع للخطه الاولانيه بقى، نلوث القميص بدم ونقول له لقينا القميص كده، ونقول نكذب على ابوه ونقول له مات. فخدوا القميص وذبحوا ذبيحه ولوثوها بالدم ورجعوا ليعقوب مخضوضين، قال يقولوا له بص هو ده القميص بتاع ابنك، احنا لقينا القميص شكله كده الظهر وحش مفترس كله. الراجل طبعا انهار في العياط وقعد بقى سنين يبكي وقال انا انزل بشيبتي الى الهاويه وما فيش حد هيعزيني بعد يوسف، وكانت بقى صعبه قوي على يعقوب. واخواته شايفينه بيعيط ومش راضين يتكلموا، خلي بالكم القسوة دي. وما كانش معاهم بنيامين عشان تبقوا عارفين، بنيامين ما كانش في الفريق ده، وإلا كان قال لأن ده أخوه ده شقيقه بقى وده الصغير،
لكن العشرة كان قلبهم وحش أو كان قلبهم صعب. ففضل الراجل بقى حالته حال. فحصل بقى أن يوسف نزل مصر واتباع في مصر، فراح يشتغل عند وزير الداخلية. حدث بعد هذه الأمور، طبعا اشتغل في البيت بتاع وزير الداخلية، خلاه قصر، لأن يوسف بقى إيه، مدبر من يومه، حكيم، لسانه حلو، كسب كل العبيد، عمل القصر ده يعني مملكة. فالراجل فوتيفار معجب بيه جدا، خلاه زي رئيس البيت كده يعني، كبير يعني الخدم يعني. حدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي، فأبى وقال لامرأة سيده: هو ده سيدي لا يعرف معي ما في البيت. قال لها: ده جوزك مديني كل مفاتيح البيت ومصاريف البيت، مئتمني على كل حاجة، وكل ماله قد دفعه إلى يدي، ليس في البيت أعظم مني ولم يمسك عني شيئا. شوفوا بقى الأخلاق الحلوة، واحد مقدر الجميل ومقدر التعامل الكويس، واحد مش ناسي فضل هذا الرجل. فبيقول يعني عاوز يقنعها بطريقتها، ومش عاوز يقول لها ربنا ومش ربنا في الأول، هي ملهاش في ربنا، فعاوز يقول لها أغلط في حق الراجل اللي عمل مني بني آدم وخلاني في مركز كويس ومديني حرية وواثق فيه، أغلط فيه إزاي يعني؟ طبعا الكلام ده مننا ولربنا برضه، احنا بنغلط في ربنا مع إنه مدينا كتير. لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ الله؟ تاني حيثية يعني، أنا كمان ما أقدرش أغلط الغلطة دي وأغلط في حق ربنا. يعني بداية كده في لغتك ده جوزك وحقه عليا، مش ممكن أعمل حاجة غلط. إنما بالنسبة لي أنا الموضوع أكبر من كده، الخطية دي خطية في حق ربنا، هي ملهاش في ربنا. وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما، القصة ما حصلتش وانس، خلي بالكم، في ناس فاكرة إنه ده مرة اتعرض عليه فجري، لا لا، ده قعد شهور في المعركة دي، أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معه. من مزايا يوسف بقى في الحرب الروحية كلمة هذا الشر العظيم، اللي يعطل الواحد انه يغلط انه يكون شايف ان الغلط شر عظيم، انه يعرف حجم الخطيه. طول ما احنا بنستقل بالخطأ مش ممكن هنطلع منه، طول ما انت بتعتبر الكذب ده عادي عمرك ما هتبطل كذب، طول ما انت شايف الغضب ده يعني غصب عنك يبقى عمرك ما هتطلع منه، طول ما انت شايف انه التهاون او الاستهتار او الكسل في الصلاة دي حاجة عادية عمرك ما هتبطل كسل. امتى هتعرف تاخد موقف؟ لما تبقى شايفه شر عظيم، فعلا ساعتها مش هتستحمل تعمل. الحاجة التانية انه اي خطأ حتى في حق الناس هو اساسا خطأ ايه؟ في حق الله. لانه كان ممكن يفصل ويقول طب ايه ربنا دخله بالموضوع؟ لا، اي غلط في حق بني ادم ربنا بيخبط فيه الغلط ده، لان ربنا ابو الكل. يوما فيوما، دي صعوبة الحرب يا جماعة، لما بتبقى مرة يمكن تبقى اسهل، انما لما يبقى في عرض تمتيشن كل يوم، اغراء مستمر على شاب صغير وفي غربة وناس كلها عايشة في الغلط، صعبة قوي. فكروا فيها كده، صعبة صحيح، شاب حواليه كل العبيد عايشين غلط، وبعدين الغلط بالأمر، ومحدش هيعمل حاجة، بالعكس ده الغلط هيسقفوله، في عرض مغري جدا. وبعدين لو فكر في ربنا يجي له هاتف يقول له: ربنا كان فين يعني لما سابك للبهدلة دي كلها؟ فين إلهك يعني اللي عامل معاه جدع يعني؟ ما كانش جدع معاك ليه ورجعك لأبوك؟ فممكن الشيطان يلعب 100 لعبة هنا، إنما هو كان شديد مع نفسه. وحدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا، جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي اضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني، وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج.
فكان لما سمع سيده كلام امرأة الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمى، فأخذ يوسف سيده وضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. طبعا هنا الضغط زاد قوي، البيت فاضي ومسكته من هدومه، فطبعا تحدي صعب لشاب صغير. إنما هو كان فاهم الحرب اللي من النوع ده يتعمل فيها إيه. الحرب بالذات الشهوات لازم تجري منها، تجري جري، ما ينفعش تتناقش، ما ينفعش تستأذن. الحاجة اللي تشوفها زي كده تجري منها جري، تخاف على عمرك، لأنه لو وقف 5 دقايق كان وقع. وما حسبش أي حسبة، هي عارف إنها ست مش سهلة، إنما مش فارق معاه أي حاجة، وساب هدومه وجري. طبعا هدومه دي بقت دليل ضده، ترك وهرب. هنا بقى يدخل الظلم والغش، وممكن بقى الواحد يقعد يودي ويجيب، طب يا رب يعني انا امشي معاك كويس، يقوم الحكايات دي تقلب علينا. كتير يقعوا في الحتة دي، انه عشان امين مشاكله تزيد، يقول يعني الكذب اسهل، يعني الغلط اسهل، يعني لو كنت مشيت في الغلط كانت الدنيا مشيت اسهل. هي شكلها كده، انما في الاخر مش كده، لكن هي ساعات بتبقى شكلها كده فعلا، انه لو كان غلط كان كل الدنيا مشيت سهله وكان ما حصلش حاجه، ما كانش اتسجن. انا بتكلم سوري لسان الشيطان، عاوز اقول ممكن مخه يودي ويجيب. جه سيده عرف طبعا اللي حصل، فراح حطه في سجن ما حدش يخرج منه. في مصر زمان الفراعنه فراعنه، وده وزير، ففي حاجه اسمها سجن اسرى الملك، يعني ده من غير قضاء، من غير محكمه، ورا الشمس. فاهمين ازاي؟ دول اسرى الملك، الملك يغضب على بني ادم يرميه في السجن يموت في السجن. مفيش بقى خالص قولة محكمة ولا حكم. ومنهم يوسف لانه ده يعني غلط في وزير الداخلية. تدور الايام برضو، ربنا يكون مع يوسف. يوسف يفضل يصلي فربنا يرفعه، يتمجد ويتفوق، ويفضل في السجن رئيس عبيد، رئيس مساجين. لما خدمت في السجن فهمت الحتة دي. المساجين القدام اللي شوية بيفهموا، تلاقي الصول ولا الضابط الصغير يجيب واحد كده من المساجين العاقلين يعمله رئيس على المساجين. فاهمين ازاي؟ وهو مسجون اساسا لابس زيهم، لكن يعملوا ايه؟ مدبر، عشان يريح دماغه، عشان الضابط او العسكري اللي في السجن يريح دماغه يشغله معاه. فاهمين ازاي؟ وفعلا زي ما عمل فوتيفار بقى سايب له السجن كله، لانه مدبر جيد. فهو من يومه عمال ياخد كورسات مانجمنت، الراجل في ايه؟ خدها في بيت فوتيفار وخدها في السجن، وناجح تمام، متفوق يعني في الاداره. وهو شغال كده وفي حاله، طبعا متوقع انه مش هيطلع، خلي بالكم، هي دخل ومش هيطلع، وسنه ورا سنه ومش عارفين نهايتها ايه. جاله 2 زباين محترمين او 2 وزراء اتسجن، غضب عليهم فرعون زمانه، غضب على 2 من الوزراء. ساقي الملك وخباز الملك، دول وزراء زي وزير التموين كده يعني، دول، لانه ساقي الملك ده كان بيبقى خطير جدا، لانه بيبقوا دايما خايفين من السم. فالساقي والطباخ دول عند الفراعنه كان يبقى زي الوزير، بيبقى مؤتمن جدا، لانه كان في محاوله لقتلهم بالطريقه دي. فدخلوا والاتنين مكتئبين طبعا، وكرمهم اخر كرم، والاتنين صحيوا في يوم متنكدين، كل واحد حلمان حلم. فدخل قعد معاهم، وده كان دوره الظهر يرفه عن المساجين كمان. حكوا له الحلمين، فالراجل قال لهم ولا يهمك انا اقول لكم التفسير. وقال له واحد بصراحة انت حلمك ما يصرش الخباز، لانه طلع انه شايل الفطير فوق راسه والعصافير بتاكل، فقال له رقبتك هتطير والعصافير هتاكل راسك، فانت يعني شكلك الحكام. التاني قال له طب ايه الاخبار؟ قال له لا لا، انت اخبارك حلو خالص، انت هترجع تشتغل ساقي مرة تاني. في 3 أيام يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، ده الكلام مع الساقي. تعطي كأس فرعون في يدك العادة الأولى حين كنت ساقي. هنا بقى يوسف قال حاجة لأول مرة، قال له بس لما ترجع لفرعون، ما هو لقى مخرج، هو قصده ملهاش حل، مش هيطلع من السجن. فهو بيصلي بس إيه شكل ربنا ما طول. فقال له بص أنا دخلت غلط، أنا ما عملتش حاجة غلط، فلو طلعت حسب كلامي افتكرني عند فرعون، الوحيد اللي يقدر يمشي كلمته على فوتيفار فرعون، فيعني يعني رد لي الجميل
وخرجني من السجن ده. انا زمان فوتيفار نسيني اساسا، رماني من كام سنة ونسيني، فيعني اعمل الجميلة انت دي. فإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت لأني سرقت. ابتدى بقى إيه يحكي حكايته من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. كلمة ذكرتني دي بنعتبرها لحظة ضعف. ليه؟ هو الراجل عمال يقول اذكرني يا رب، افتكرني يا رب، انا مرمي في السجن غلط، انا مظلوم يا رب. لكن كونه يلجأ لانسان، دي بالنسبة لواحد جبار زي يوسف كانت لحظة ضعف، احنا بالنسبة لنا عادي، انما بالنسبة له هو في القامة دي اللي ماشي بيرفكت منين ما بيروح، كانت يعني ايه بيلجأ لحل بشري، افتكرني لانه ايه يعني انا محدش فاكرني. كان عاوز يقول كده، اخس عليك انت في حد فاكرك، ده ربنا فاكرك ونص، ليه تقول له افتكرني وانت اتنسيت؟ وبعدين تذكرني الفرعون، برضو حط الملجأ او الخلاص في يد مين؟ يد فرعون. يعني هو ربنا مش عارف يكلم فرعون يا يوسف؟ وبعدين ابتدى يعني عاوز يقول بقى الكلام اللي يرقق القلب، يعني اصل انا اتسرقت وامي ماتت وانا صغير وابويا زمانه زعلان عليا واخواتي ظلموني وانا كنت كويس قوي في بيت فرعون والست شريره. فمين عاوز اقول ايه يعني في نوع من التفكير البشري، واحد بقى زهق من ربنا وقال له شكل ربنا مش هيحل، احنا نفكر بقى نحل، احنا فرصه جت، يقوم ربنا عشان بيظبطه يعني ربنا بيكبره يخلي الراجل ينسى. يقوم ساقي الملك أول ما يرجع لبيت فرعون ينبسط طبعا بالمكانة الجديدة وينسى كل حاجة وينسى هذا العبد العبراني. وطبعا تخيلوا يوسف أول أسبوع بعد خروج الوزير مستني خبر حلو، مستني العساكر تيجي تقول له مبروك يا عم براء اطلع من السجن. فرعون نفسه بيقول تطلع، أسبوع يعدي واثنين وثلاثة وشهر واثنين خلاص يبقى مفيش فايدة، أكيد أكيد الموضوع اتنسى. لكن لم يذكر رئيس السقاه يوسف بل نسيه. يبقى ايه؟ الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. يبقى خلي بالكم لما الواحد يكون تعبان قوي ساعات يتخلى عن ايمانه ويحط رجاءه في الناس، دي حرب مشهورة. لما الواحد ينضغط زيادة ساعات ايه يقع في الامتحان ده، امتحان صعب. لا، كمل زي ما ابتديت، رجاءك في ربنا محدش هينفعك زي ربنا، اتكال على البشر ما بيجيبش كتير. وبعدين بقى ايه تدور الايام نحكي برضه. فرعون بقى بعدها بسنتين عشان ربنا يقول له خلاص كده يئست من البشر اشتغل انا بقى. فرعون يصحى على كابوس، فاكرين بقى السبع بقرات السمان والسبع بقرات الرفيعين والسبع حزم السمان والسبع حزم، وقال البقرات الرفيعين ياكلوا البقرات السمان، والراجل صحي مرعوب، منظر طبعا مرعب ان بقره خاسه كده وعدمانه تفتح بقها تاكل بقره سمينه، منظر مرعب، فصحي مرعوب ايه اللي بيحصل. فلما صحي مرعوب ومحدش بيفسر الحلم الساقي افتكر، قال دي خطيتي، ده انا الراجل خدمني وقعدت اتكلم وما اتكلمتش، ده في عبد عبراني في السجن، الراجل ده هو اللي فسر الحلم وزي ما قال بالظبط حصل، الحقوني بيه. جابوا يوسف هندموه لبسوه قالوا انت هتقف قدام فرعون، ده انت مش هتخرج بس، ويا رقبتك طارت يا طلعت براءه. ما هو فوقف يوسف طبعا كلها صلاه بقى، وبعدين قال له ما تقلقش الموضوع كيت وكيت وكيت، ده هم 7 سنين جوع، بعديهم 7 سنين خير، وبعديهم 7 سنين جوع. ففرعون ببساطه كده قال له طب هنعمل ايه في 7 السنين الجوع اللي جايه دي؟ فيوسف على طول لانه مدبر وتمرن على التدبير قال له لا، احنا نعمل مخازن ونحوش نص ايراد الارض، لان ايراد الارض عالي قوي في 7 سنين دول، ونحط مدبرين في كل قريه وكل بلد، ونعمل سيستم اداري محكم من اول مصر لاخرها، يشيلوا نص الاخراج بتاع الارض ده، وبعد كده لما يبتدي الجوع نبتدي ندي للناس بحساب، وحط له سيستم كمبيوتر في دقايق. فبص للي حواليه المستشارين قال لهم مين يعمل القصة دي زي الراجل ده؟
ده طلع بالحل في لحظة وحطه من الألف للياء. مانجمنت فعلا، إدارة محكمة وتخطيط رائع. ده بيخطط ل 14 سنة، خلي بالكم، لأن لسه السبعة كويسين هيبتدوا. فبيتكلم على خطة مش خمسية، خطة 14 سنة يحمي بيها البلاد، وعارف تفاصيلها بالظبط. فعلى طول قال لهم لا، قال فرعون ليوسف انظر جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركب على مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. طبعا النقلة ضخمة جدا، من سجين إلى رئيس وزراء تقريبا، أو الرجل الثاني على مصر، وخاتم فرعون في يده. يعني كأن الملك ملوش كلمة، خلاص هو اللي له كلمة. وبعدين الناس بقت تسجد ليه، لأنه فرعون كان يعامل كإله، قال له تاخد أنت كمان اللقب، هم كمان يركعوا لك. طبعا تلاقيهم لما ركعوا ابتدى يفتكر إيه حلمه القديم، فاهم إزاي؟ هو نفسه حلم إن ناس هتركع له، ما كانش فاهم ده هتحصل إزاي. طبعا الخاتم والثياب والذهب والحاجات دي خليته يشوف بقى نتائج صبره في الحروب. اللي بيصبر في الحرب لازم ينال، بس يمكن ربنا ما يكافئش بسرعة. هي دي الحتة اللي بتتعبنا شوية. ربنا يتأنى ويسيبك تجاهد سنة واتنين وعشرة، بس لازم يكافئك. طول ما انت بتحاول، طول ما انت بتصبر، طول ما انت أمين وبتصلي ومستني ربنا، مش ممكن يكسفك. الخاتم دايما رمز للقدرة، لأن الخاتم يختمه بيه الممتلكات. فالإنسان لما يجاهد كتير ربنا يقدره على الخطيئة. يعني إيه؟ خلاص بعد كده ما يبقاش ليها سلطان عليه. لا يعني لا، يقدر يغلب نفسه. الثياب رمز للبر، لأن دايما الثياب رمز للستر، يبقى الواحد كده بقى شكله جديد، شكله محترم، اختلف كتير عن زمان. طوق الذهب رمز بقى للملكوت، إنه كده اسمه مكتوب في السماء. المركبة والركوع وأرض مصر، ده المجد بقى اللي مستني كل ولاد ربنا لما يتمجدوا. معلش لسه الحكاية ما خلصتش. تدور الأيام تبتدي سنين الجوع. هو قعد 7 سنين خير، الدنيا ماشية حلوة قوي، كل غرضه التارجت بتاعه يخزن يخزن يخزن، والمخازن بقت مصر كلها مخازن، لأنه ما عاملين حساب خزين 7 سنين. وبعدين حط في باله، شوفوا الذكاء بتاعه، إن الشعوب اللي حواليهم هتجوع كمان، فمش هيأكل مصر بس، يجوز الشعوب اللي حواليه تحارب، فتبقى فرصة يشتروا الأراضي دي. فاهمين الفكرة؟ شوفوا التخطيط، بدل الناس اللي حوالينا كمان، يا هيبقوا عبيد لينا هنشتري أرضهم، أو هيحاربونا لو ما ادينا لهمش أكل، ما هم هيموتوا هيموتوا، فنتقي الحرب ونكسب منهم أرض وناس إن احنا نخزن كمان ليهم. فكان عامل حساب تخزين فظيع، لأنه 7 سنين مش بس شعب مصر، شعوب أخرى. وبعدين بدأت سنين الجوع، ابتدى بقى يحط سيستم محكم جدا. في الأول الناس تشتري، فبعت الناس كل حاجة، تاني سنة يبيعوا أراضيهم، تالت سنة خلاهم كلهم عبيد فرعون، لأن فرعون كان عاوز كده، وده نظام مصر، كان يعني الفراعنة يتحكموا في الناس. بعد كده خلاص الناس جاعت هتموت، قالوا احنا كلنا بقينا ما عندناش حاجة تاني، قال لا خلاص مش هنشتري منكم، هنطلع لكم برضو الحصص والأكل عادي. بس الناس كلها بقت تموت في يوسف، بقى مخلص مصر، الناس كلها عارفة ان حياتها كانت في ايد الراجل ده. مين بقى اللي جاع؟ يعقوب وعياله في البلد التانية في كنعان، في فلسطين في الوقت ده، دول جاعوا وسمعوا طبعا مصر الوحيدة اللي فيها أكل، فقال له ولاده انزلوا لنا شوفوا لنا اشتروا لنا أي حاجة ناكل احنا وعيالنا بدل ما نموت. فراح، فلما نظر يوسف اخواته عرفهم، جاله بقى 11 واحد، ما كانش بنيامين معاهم بالمناسبة، 10، ومعاهم بقى الخيل والحاجات دي، وجايبين بقى هيدفعوا عشان يشتروا قمح. هو شافهم من هنا، طبعا فات عليه، بعض المفسرين بيقول هو طلع تقريبا سنه 30 سنة، يعني من 17 ل 30، ادي 13 سنة ما بين بيت فوتيفار وبين ايه السجن، مش كده؟ فوتيفار كام سنة والسجن كام سنة، وبعدين 7 سنين الرخاء، يبقى كده جبنا 20 سنة ما شافش اخواته. فاهمين ازاي؟ ويمكن كمان مش من اول سنة جم، انما لما شافهم طبعا هو عارف، هم ما عرفوش خالص ولا فاكرين، يعني مش متخيلين بقى ده لابس فراعنة، لابس شكل فراعنة، ما يعرفوش.
فتنكر لهم وتكلم معهم بكفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ قالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته، أما هم فلم يعرفوه. فتذكر يوسف الأحلام، أصل أول ما يدخلوا عند يوسف الطقس إيه؟ كله يركع، أي حد حتى لو مالك جاي من بره ده جاي ياكل، فاهمين إزاي؟ فيوسف قاعد على كرسي زي العرش كده، أول ما دخلوا العشرة ركعوا. فطبعا افتكر الحلم وقال له: يا رب حكمتك، أنا اللي كنت مذلول دلوقتي إخواتي بيسجدوا لي بعد الذل. وقال لهم، ابتدى بقى يوسف إيه؟ بصوا، يوسف كان مشغول بحاجة واحدة بس، عاوز يطمن على أبوه وعلى أخوه، لأنه كان خايف من الافتراء بتاعه يكونوا كملوا على الراجل وعلى أخوه. فكل اللي شاغله عاوز اطمن على ابويا وعلى اخويا. فعمل حيلة، هو ذكي جدا، قال لهم: انتوا جواسيس، انتوا جايين تكشفوا الارض، عورة الارض، يعني تبصوا كده بعينكم، هي دي التصوير زمان، كاميرا فيديو كده في عينيهم ويصوروا كل حاجة عشان يحاربوا بعد كده. قالوا: لا ابدا ابدا، احنا جايين جعانين وعاوزين ناكل وبتاع. قال لهم: لا لا، ما تعرفكوش. وفضل يشد عليهم كده ايه، يشوف رد فعلهم، الناس دي ايه هتجيب اخرها ازاي. وبعدين حصل ايه؟ فلما جاء يوسف الى البيت، اللي حصل قالوا له ايه: صدقني ده احنا ناس غلابة. وفضلوا يحكوا الحكاية، سابهم يحكوا. لما شد عليهم كده قالوا له: احنا قبيلة، عيلة في بعض، وابونا راجل عجوز اتعمى من العياط، كان لينا اخ مات، اكله حيوان مفترس، هو عارف بقى، عارف السيناريو اللي اتقال، فاهمين ازاي؟ والراجل يعني لغاية دلوقتي عايش بحسرته، ولينا أخ صغير خايف عليه خالص لأنه ده شقيق اللي راح، فمش راضي يتخلى عنه، وما فيش غير كده. طبعا التفاصيل دي هما بيقولوها، هو بقى إيه مستنيها يسمعها، فاطمن على أبوه عايش واطمن إن أخوه بخير. فقال لهم: لا أنا مش مصدقه. المهم يعني لما طيب خاطرهم وقال لهم: خدوا حاجتكم. وبعدين وهم مروحين لقوا إنه الحساب اللي دفعوه رجع تاني في الجراب بتاع الجمل بتاع كل واحد. استغربوا خالص وقالوا: ايه الراجل الطيب ده؟ رجع لنا الفلوس بعد ما ادانا الاكل بزياده كمان وكرمهم. راحوا لابونا يعقوب، بس هو قال لهم: بقى المره الجايه تقولي ومعاكم اخوكم عشان اصدقكم، وهشيل واحد منكم هنا عندي لغايه ما ترجعوا لي باخوكم، لان والا تبقوا جواسيس، تبقوا جواسيس. عاوز اطمن على اخوه، عاوز وحش وبنيامين عاوز اشوفه. قالوا، راحوا ليعقوب وقالوا له: بص، هو خشال فلان واحنا قاعدين هنا بس يومين كده ونرجع له بقى ناخد بنيامين. قال له: الا بنيامين؟ لا. الراجل بقى متعذب، قال لهم: الا بنيامين، ارحموني بقى، كفايه عليكم كده. راؤوبين في مصر، هم يقولوا له ده مكرم والراجل بيتعامل معانا كويس، يقول لهم: لا تلاقيه مسجون، وده يوسف راح مني، وبعدين تاخدوا مني بنيامين انا ناقص، لا كفايه عليا كده يا بابا، مش عارف، ما فيش فايده. فقعدوا على كده شهور، القمح خلص. قالوا له: دلوقتي هنجوع، هنموت كلنا. طيب، قال: طب انا اعمل ايه؟ انتوا هتاخدوا بنيامين ازاي؟ فيهوذا وقف بقى، قال له: بص يا بابا، انا ابني بدل ابنك، ولو بنيامين مسوا حاجه افضل مديون لك العمر كله، اعمل فيا اي حاجه، انما انا مسؤول عن الولد ده، هاخده وارجعه لك زي ما هو. يبدو كان بيثق في يهوذا، لان يهوذا شويه في تقوى، يبان بعد كده، عشان كده المسيح اختار يهوذا يجي منه. فراحوا خدوا بنيامين، والراجل قلبه هيقع، خدوا بنيامين وراحوا ليوسف. هو يوسف شاف بنيامين من هنا والدموع بقى عاوزه تجري منه، لان ده اخو الصغير، فده هو اللي رباه بقى، فكانت صعبه عليه قوي، عاوز بقى ياخده بالحضن ومش قادر. وبعدين مسك نفسه ودخل عيط جوه شويه وطلع لهم تاني وقال، عمل لهم وليمه ضخمه وحطوا قدام بنيامين خروف مثلا، بنيامين بالذات اكله غير كل الناس. وبعدين الغريب رصوا الكراسي الرصه بتاعت ايه؟ ال 11 بترتيبهم. فالاخوات بصوا لبعض، الراجل ده بيعرف الاسرار ازاي؟ ترتيبهم يعني ايه؟ مين اكبر من مين؟ كل كرسي معروف، ده بتاع راؤوبين، ده مش عارف مين، ده بالترتيب كده، هو الوحيد اللي عارف مين كبير ومين وسطاني ومين. وبعدين فضلوا يتكلموا وقالوا له: احنا جايبين هدية، ابونا بيسلم عليك وراجل غلبان وطيب، وسجدوا له للارض. أسالم ابوكم الشيخ الذي قلتم عنه حي هو بعد؟ برضه ده السؤال اللي شغله، ابوه يعني ابوكم لسه عايش؟ فقالوا: عبدك ابونا سالم هو حي. وخرج وسجدوا، فرفع عينيه ونظر بنيامين اخاه ابن امه،
وقال أهذا أخاكم؟ هو عامل نفسه مش عارف. الذي قلتم لي عنه. ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. ده أول مرة يقول كلمة الله، خلي بالكم، يبدو زحلق وقال ده فرعون ما يقولش كده، إنما يعني هو بقى إيه، مش قادر يحوش روحه. واستعجل يوسف لأن أحشاء حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك. قال لهم أستأذنكم دقايق، ودخل جوه وقعد يعيط شوية. وبعدين يحصل إيه بقى؟ وقال يوسف لإخواته، حصل إيه؟ إنه اشتروا منه تاني، وبعدين مروحين ومبسوطين والدنيا ماشية، ومسكوهم على باب مصر. ليه؟ قالوا أنتوا سرقتوا السرقة. يا جماعة ما سرقناش، هنسرق إزاي؟ ده الراجل كرمنا آخر كرم، إحنا ناس شبعان. أبدا، أنتوا سرقتوا. وتأزموا أزمة. ليه؟ فضلوا بقى يفحصوا، لقوا الكاس اللي بيشرب فيه يوسف محطوط في الجمل بتاع بنيامين. قال لهم خلاص كلكم تمشوا، سيبوا لنا الولد. لا، إلا الولد، نرجع إحنا ال11. رجعوا زي الشاطرين، ما حدش قادر يروح ليعقوب يقولوا له بنيامين في مصر، لا مش هينفع الكلام ده. فرجعوا هم ال11 يعيطوا، يا عم صدقني ما سرق الولد ده كويس، ما نعرفش الكاس ده دخل إزاي. وفضلوا يتذللوا بقى، لما لقاهم بيتذللوا، هو طيب مش بتاع كده، فما استحملش المنظر. هو افتكر، سمعهم بيقولوا حاجة كمان يعني سيحته خالص، قالوا اللي عملناه في اخونا شكله هيتعمل فينا، كان بيعيط وما سألناش فيه، احنا دلوقتي بنعيط وشكل الراجل مش هيعبرنا. فاهمين ازاي؟ هو سمع الكلمة دي وبقى ما استحملش، قال لهم انا يوسف. كشف سره على طول لانه قلبه طيب، فكشف سره. قال لهم انا يوسف احي ابي بعد؟ اهم سؤال عنده. يا جماعة او ابويا لسه عايش؟ فلم يستطع اخوته ان هم اترعبوا لانهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لاخوته تقدموا الي، زي اللي رجعوا لورا. عارفين لما المسيح قال لهم انا هو والجنود رجعوا لورا، يوسف قال لهم انا هو، اترعبوا. انت هو يبقى هنموت كلنا، ازاي ده احنا اللي عملناه فيك مش قليل. فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر. انا يعني اجيبه لكم كده، والان لا تتاسف. دونت سي سوري. ياها سوري، ده لو قالوا مليون سوري ما تكفيش. قال لهم مش محتاج، انا مش محتاج. شوفوا بقى القلب النقي، حتى السوري مش فارقه معي، ما تقولوش سوري. ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا، يعني ما تندموش. شوفوا خايف يندموا زياده، يقول لهم لا لا ما تندموش زياده، ده ربنا عمل حاجات حلوه قوي، كتر خيركم اللي عملتوه، فما تتغاظوش وما تتاسفوش. الاستبقاء حياه، ده جابني هنا عشان تعيشوا وعشان احنا نعيش وعشان البلاد دي تعيش، فما تتأسفوش وما تعتذروش. أرسلنا الله قدامكم لأن الجوع في الأرض الآن سنتين. واضح بقى الفكرة؟ يبقى هنا في سنتين غير السبعة الخير، ولسه 5 سنين كمان لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض. كام واحد يقدر يشوف إن المشاكل كلها مصلحة لهذه الدرجة ويقول ده ربنا بعتني بس عشان لي رسالة؟ بعتك في البهدلة والسجن والإهانة والخزي والدموع والليالي الصعبة اللي عديت عليها، طب وماله؟ لاستبقاء حياة. وليستبقي لكم نجاة عظيمة، فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. مين يقدر يسامح أعدائه ويقول مش أنتوا اللي عملتوا كده، ربنا عمل فيا كده عشان أعيش حياة أبدية، عشان يديني صبر، عشان يديني حكمة، عشان يكافئني في الآخر. اللي عملته كله كان ترتيب إلهي، والظلم ترتيب إلهي، والأسوأ دي كلها برضو معلش ربنا استخدمها كويس. وهو قد جعلني، عاوز أقول لهم ده أنتوا ما تعرفوش، ده أنا بقيت حاجة كبيرة أوي، قد جعلني أبا لفرعون. يعني أبا لفرعون يعني أنا أقول له فرعون يمين يقول حاضر، وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. إذا هنا لا تتأسف ولا تغتاظوا. القلب الطيب يا جماعة لما يجي حد يعتذر له يقول له لا ما تعتذرش، أنا مش زعلان. مش إحنا نفضل مستنين اللي قدامنا يتذلل عشان يعرف غلطه، لا لا، خلي قلبك طيب. وده إحنا بنتكلم في غلطة 20 سنة أو أكتر، يعني عذاب عذاب، وغلطة مش قليلة
انما بس حتى كلمة الاعتذار بيقول لهم مش محتاج، انا مش محتاج، كفاية عليا ربنا السنين اللي فاتت دي، عوضني اضعاف اضعاف، احتاج منكم انتوا الاعتذار؟ ولا تقعدوا تحسوا بذنب زيادة كمان، مش هيفيدكم الذنب ده، كويس ان ربنا عمل كده. وبعدين لاستبقاء حياة، اعرف ان كل اللي بيحصل بما فيه من حروب الناس ليك لاستبقاء حياة، الحروب دي كلها عشان حياتك الابدية، ظلم الناس ليك عشان حياتك الابدية، المرض ده عشان حياتك الابدية، لاستبقاء حياة. ربنا ما بيعملش اي شغل كده وخلاص، كل اللي بيحصل عشان هدف واحد بس، من اجل الحياة الباقية، هي دي استبقاء حياة، يعني حياة باقية. وبعدين ارسلنا الله قدامكم، يعني ده ربنا دبرها كده خير، لان انا لو ما كنتش هنا ما كنتوش هتاكلوا. وبعدين ايه، طبعا راح بلغ فرعون، فرعون بقى رحب جدا وفرح بقى، قال له لقينا لك اهل وبتاع، قال لهم بصوا بقى الحقوا هاتوا ابويا وتعالوا. كان يوسف يبدو ممنوع من الخروج من مصر لانه خايفين عليه يغيب يوم، السيستم كله يقع، عارفين المهم قوي اللي ما ياخدش اجازه يوم ده، ف ما يقدروش يعني، ما يقدرش يقول اطلع بس اشوف ابويا، لا لا، مصر كلها بتاكل بسببك، فنحن ما بنعيش من غيرك. فقال لهم طب روحوا هاتوا ابويا بقى اللي يعيشكم في الصحراء، هاتوه وهاتوا حياة عيالكم وحالكم، انا هنا عيشكم احلى عيش. فرجعوا يقولوا ليعقوب بقى جري، يوسف حي، بقى جايبين بنيامين طبعا، ما هو يعني، وبيقولوا له يوسف حي. الراجل طبعا كان هيقع من طوله، وقال بس اشوفه واموت خلاص، انا مش عاوز اكتر من كده. ظهر له المسيح بقى وقال له انزل يا يعقوب مصر، شوف ابنك وتمتع بيه. يعني ربنا نفسه ظهر ليعقوب، يبدو سنين بيصلي، سنين 20 سنة بيقول له اشوف ابني بس يا رب، اشوف ابني ولو في حلم حد، يقول له لا يا حبيبي انت هتشوفه فعلا. فظهر له وقال له انزل على صبرك ده كله، لا تشوف ويشوفك وتفرحوا ببعض تاني. وفرعون أذن له بس يطلع على الحدود، أذن ليوسف يطلع على الحدود، وكان بقى استقبال بقى، يعني إن يعقوب جاي العجوز كده ويوسف يجري عليه بقى، ولقاء كده أفلام عظيم يعني، بين يوسف بقى اللي بقى له 22 سنة محروم من أبوه، وأبوه اللي بيبكي عليه 22 سنة ميت وقام، هو فاهمها كده، ده كان ميتا فعاش، ده أنا بكيت عليه، فإزاي يعني إزاي ده عايش بقى؟ فقال له يعني أنا أبكي عليك وربنا يوريني، مش انت بس، يوريني ولادك يا كرمك يا رب. وبعدين خده من ايده وهو فرحان بيه، مع ان الراجل لابس جلابيه مبهدله، راعي اغنام يعقوب، راجل عجوز ومبهدل، انما يوسف مليان فضائل، متواضع جدا، واخده من ايده كده مسنده لان كان نظره ضعيف قوي يعقوب، ودخله الفرعون يقول له ده بابا بقى، ده اللي رباني بقى. فيعقوب انحنى، الفرعون يبدو انحنى امام يعقوب، فرعون ده كان حاجه كبيره جدا، لكن يعني عاوز يقول له انت خلفت، ايه العظمة اللي انت فيها دي، احنا كنا عاوزين نشوف هذا الاصل الطيب، لانه ده راجل معيشنا كلنا في البلد دي. وبعدين لقاه كده ايه، عجوز بقى ومهموم، وشه يعني معدوم، قال له انت سنك كام؟ قال لك ده بقى من بتوع زمان، متشالح بقى 900 مش عارف وكام، شكله كده يجيب 900 يعني. قال له لا صدقني، انا قليلة وردية سن وحياتي، ولم تبلغ إلى سن وحياة أبائي. إسحاق ويعقوب عاش، إسحاق وإبراهيم عاشوا أكتر من يعقوب، يعقوب يا عيني مات في عز الشباب و130 سنة تقريبا. إنما إسحاق وإبراهيم عاشوا أكتر من حوالي 160 أو كده. فقال له لا، أنا بالنسبة لأهلي أنا مش معمر ولا حاجة، أنا بس من الهم، أنا أصلي تهميت في الدنيا دي كتير، فقليلة وردية سن حياتي ولم تبلغ إلى سن حياة أبائي. وطبعا استأذنوا بقى وعملوا لهم الزقازيق دي كلها، حتة خاصة باليهود يربوا الغنم براحتهم، وبقى يعني آخر إكرام وآخر دلع، قرايب الملك. وبعدين إيه، دارت الأيام، يعقوب خلاص بقى هيموت، الخوف، كل الخوف بعد ما يعقوب يموت. ليه؟ إخواته مش مصدقين انه مسامح، مش مصدقين، حاسين اللي عملوه ما ينفعش يتسامح. فيعقوب على فراش الموت جمعهم كلهم وادى وصيه لكل واحد، وادى النبوه، وقال كل واحد هيطلع منه ايه، قال اليهوذا ده هيطلع منه المسيح،
ودان ده هيطلع منه المسيح الدجال، ومش عارف يوسف ده اصلا ربنا هيبارك له على اللي عمله في ولاده، وقعد يدعي دعوات جميله لانه كان شايف كل الاجيال اللي جايه. يعقوب كان مفتوح العينين وسجد على راس عصاه ونام، وناح عليه يوسف بقى واولاده، وكان عنده فرايم ومنسى يوسف بقى ساعتها، وبقت مناحه عظيمه جدا. كل مصر بكت على يعقوب لانه ابو يوسف، كل مصر. وبعدين هو الراجل وصى قال انا اتدفن جنب ابويا وجدي في مغاره المكفيله في كنعان، انا ماليش هنا، انا عاوز ابويا اسحاق وعاوز جدي ابراهيم، عاوز نفس المقبره اللي لمت اعظم ناس في التاريخ، عاوز بتوع ربنا عشان لما نقوم نقوم نشوف بعض على طول، لانه كان عارف القيامه، كان يؤمن بالقيامه. فقال ايه، احنا اول مره نقوم نبقى في حضن بعض. طب يا عم، ففرعون بقى اذان له بقى، الظاهر كانت المجاعه فكت، فقال له لو ما اقدرش تدفن ابوك اطلع ادفن ابوك. فالاول مره في التاريخ يخرج يوسف بره مصر، وخرجوا بقى الوزراء كلهم بقى شغلانه بقى، لدرجه كل البلاد اللي في كنعان قالت ايه اللي بيحصل؟ ايه المناحه دي؟ وزراء جايين ومركبات وعساكر وجيش وشغلانه. يعقوب الراجل الغلبان اللي كانش حد يعرفه ده في نياحته كان حاجه ضخمه جدا. وبعدين بقى المشوار ده قعدوا 30 يوم باين في الصحراء، ولا مش عارف 30 ولا 40، مناحه عظيمه على يعقوب، خدوا وقتهم خالص ودفنوا ورجعوا. وهم راجعين يقول رجع يوسف الى مصر هو واخواته وجميع الذين معه صعدوا معه لدفن ابيه. وبعدما دفن اباه لما راى اخوه يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. كل اللي جه في بالهم قالوا بصراحة هو اللي كان ماسك ايده ابوه، كان بيحب ابوه ما كانش هيزعله، فكان عارف لو عمل فينا حاجة كان ابوه هيزعل، ابوه مشي هيستفرد بينا محدش فينا يقدر يقول له حاجة. خلي بالكوا اللي قلبه مش حلو دايما يقلق ويخاف ويخون انما يوسف مش دماغه كده خالص. هما مش متصورين ان في حد طيب كده، مش متصورين انه نسي، مش مصدقين ان في حد قلبه ابيض كده، ما تجيش في بالهم دي، ما يعرفوهاش، هم قلبهم اسود. فاوصوا الى يوسف قائلين، راحوا يكذبوا تاني بس يكذبوا بطريقه يعني، ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف، اه اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شر. يعني مش عاوزين تقولوا احنا غلطنا، ابوك اللي قال سامح اخواتك وهم غلطوا في حقك، والان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. يعني دلوقتي افتكروا ربنا، عاوزين يقولوا له احنا لينا رب برضه. فبكى يوسف. عارفين بكى ليه؟ لانه استغرب جدا، انتوا لغايه دلوقتي بعد السنين دي مش مصدقين ان انا مسامح؟ انتوا لغايه دلوقتي بتعاملوني زي زمان كغريب؟ انت مش مصدق ان انا بحبك بعد كل ده؟ انتوا مستبعدين ان انا لسه ان انا بحبكم؟ انا بحبكم بكل اللي عملته، ما شالش الحب مني، ما اعرفش اكرهكم، انتوا بتطلبوا ايه؟ بكى من التأثر لانه حس ان هما بيتذلوا قصاده وهو عمره ما فكر في كده، بيتذللوا بقى ويتمسكنوا. فبكى قال لهم ليه تعملوا كده؟ بكى يوسف حين كلموه واتى اخوته ووقعوا امامه، سجدوا بقى بجد وقالوا نحن عبيدك. قال لهم يوسف لا تخافوا لانه هل انا مكان الله؟ يعني ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اسجدوا لربنا اللي عمل كده. يعني ايه؟ انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا. دي اللي عاوز اختم بيها. تاكد ان كل التجارب والحروب اللي انت شايفها شر هي خير في ايد ربنا، صدق دي. هتشكر اللي تعبوك، هتشكر اللي عذبوك ونغصوك، هتشكر الامراض اللي تعبتك، هتشكر المشاكل اللي قابلتها. هم قصدوا، انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم. يعني بصوا حواليكم المنظر شكله ايه، ليحيي شعبا كثيرا فالان لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم وعزاهم وطيب قلوبهم. قلب كبير أوي، يعني هو اللي بيعزيهم ويقول لهم اوعوا تخافوا مني، ده أنا مسؤول عنكم وعن عيالكم وفي عينيا
ومش محتاج تقولوا لي ابويا عمل ولا ابويا سوى. نختم ونقول يوسف اتحارب طول حياته، واتظلم كتير، واتحارب بالشهوة، واتحارب باليأس، واتحارب بالترك والوحدة، واتحارب بالظلم، واتحارب بالكذب، اتحارب حروب كتير قوي لو دققنا يعني. وكانت أصعب حاجة الحرمان، اتحارب حرب حرمان من أكتر ناس بيحبوه، أبوه وأمه الاتنين اتحرم منهم، ومع كده فضل ماسك في ربنا وانتصر في كل الحروب وصار عظيما. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.